وسهلا بيكم في برنامجنا زي السكر. انا نورمين هم، وكل سنه وانتم طيبين بمناسبه العيد الكبير. يا رب يعودوا علينا كلنا بالخير واليمن والبركات. النهارده بمناسبه العيد بنعمل وصفات من اللي بتسمى بحلويات المذبح، والنهارده ان شاء الله الوصفات بتاعتنا هتكون بالمصارين اللي هو هنعمل بيهم وصفه تراثيه ووصفه عصريه. دلوقتي في فقره النصايح والحلول. ساعات لما بنحشي سواء كان ممبار او اي حاجه تانية هنحشيها، هنعمل سجق، هنعمل اي حاجه، لما نيجي نحشي ممبار او عملنا سجق او عملنا اي حاجه تانية بالمصارين، المفروض ان احنا ما نحشيهاش جامد قوي، ما نحشيهاش زيادة عن اللزوم، نسيب زي ما احنا شايفين كده، يبقى في مجال ان الحشو اللي جوه هينفش مع الطبخ. و لو احنا مش متاكدين احنا حشيناه زياده عن اللزوم ولا حشيناه كويس، يبقى ممكن ان احنا نجيب خله او اي دبوس، اي ممكن شوكه لو صغيره شويه، ونبتدي نعمل خرم كل فتره او كل مسافه علشان نتاكد ان جوه الحشو ما يبتديش ينفش والمصارين تفرقع والحشو يطلع منها. فدي نصيحة بسيطة جدا، نخرمه علشان نتأكد ان هو مش هيفرقع وهو بيستوي سواء السلق او في القلي. وبكده نكون خلصنا فقرة النصايح، يا رب تكون مفيدة، ونرجع بعد كده للفقرة التراثية. أهلا وسهلا بكم، رجعنا بعد الفاصل نعمل مع بعض الوصفة التراثية، ووصفة النهاردة هتكون ممبار. والوصفة دي من كتاب الطبخ التركي ملجأ الطباخين، ترجمة محمد أفندي صدقي للعربي، وده كان أول كتاب طبخ تركي مطبوع سنة 1844 وترجم إلى العربية سنة 1862، ووقتها كان يعني له شعبية كبيرة قوي في مصر. موجود فيه كذا وصفة من وصفات الممبار، منها وصفة الممبار بالكبدة والرئة المفرومة مع الرز، وفي وصفة ممبار تانية باللحمة والرز، وفي الوصفة اللي احنا هنعملها النهاردة دي اللي هي بالبصل والتوابل. والوصفة اللي هي بالكبد والرئة مع الرز دي هي أقدم الوصفات للممبار، ولسه بتتعمل بنفس الطريقة وبتتسمى بالسخطور في بلاد عربية. ودلوقتي هنعمل مع بعض إن شاء الله الوصفة اللي هي بالرز والبصل والتوابل، وهي أقرب واحدة للي إحنا بنعملها طبعاً، بس من غير خضرة، وفي القاهرة برضو بيحطوا لها صلصة طماطم، في إسكندرية مش بنحط صلصة طماطم. عندنا ربع كيلو ممبار يكون متنظف، وطبعاً تنظيفه ده أهم حاجة في وصفة الممبار أو وصفة أي مصارين هنعملها، لازم يتنظف كويس قوي. عندنا ربع كيلو بصل مفروم ناعم، عندنا ربع كيلو رز مغسول، نص معلقة صغيرة ملح، نص معلقة صغيرة فلفل، نص معلقة صغيرة قرفة، وعندنا سمنة للتحمير، وعندنا مية للسلق. ناخد شوية زيت نحمر فيهم البصلة، وهنحمر البصلة لحد ما تصفر، وبعد كده هنضيف لها الرز والتوابل. وزي ما احنا شايفين البصل ابتدى ياخد لون أصفر فاتح. دلوقتي احط معاه الرز، ااا
ونحط القرفة والملح ورشة فلفل صغير. اوكي كده الحشو جاهز، هحطه في بول. طبعا المفروض نستنى لما يبرد خالص، مش مفروض نحشي عموما اي حشو هنعمله لاي حاجه، المفروض نستناه لما يبرد، ما نستعملهوش وهو سخن. لكن طبعا دلوقتي عشان الوقت هستعمله على طول. وهنا هاخد الممبار وابتدي هاخد الرز واحشيه، وزي ما قلنا مش عايزينه نحشيه زياده عن اللازم، بنحشيه بالشكل ده لحد ما بنملاه كله. طبعا مش هكمل علشان الوقت، لكن بيبقى بالشكل ده، بنبقى حشيناه بالشكل ده، وده اللي بيبقى جاهز. وطبعا ده محشي رز مش محشي لحمة او كده، فالرز هينفش، فلازم نتأكد ان هو فيه يعني فراغ كفاية ان الرز ينفش جوه من غير ما يفرقع. وبعد كده بناخد الاطراف نقفلها، بنربطها علشان ما تتفتحش في الشوربة من الجنب ده، وبنربطها نفس الطريقة من الناحية التانية. اوكي زي ما احنا شايفين كده جاهز، وفي مسافة ان الرز يستوي وينفش من غير ما يفرقع. وبرضو زي ما قلنا في فقرة النصايح، لو احنا خايفين مش متأكدين ان احنا سايبين فراغ كفاية للرز، ممكن نخرمه. بعد كده ده هيتسلق في مية عادية خالص، مفيش طبعا اللي يحب يسلقه في مرقة يسلقه، لكن هو كده ده المسلوق في المية. ودلوقتي هنبتدي نحمره في السمن. والطريقة التقليدية لتقديمه هي ان هو يبقى على شكل حلزوني. فهناخد اول قطعة وهننزلها كده، والتانية هنلفها نكمل بيها الشكل الحلزوني. مش عايزين السمنه تبقى سخنه بزياده علشان ما يفرقعش، فشلته بس من على النار دقيقتين. ودلوقتي نبتدي نقلبه. حاجة بسيطة والجزء التحت يتحمر، ويبقى كده حضرنا ممبار تراثي الوصفة من سنة 1844. اوكي
وكنا عاملين شوية من قبل كده وقطعناهم علشان نشوف الحشو اللي جوه. وبكده نكون حضرنا ممبار تراتي، يا رب يكون عجبكم. نطلع فاصل وبعد كده نعمل الوصفة العصرية. أهلا وسهلا بكم، رجعنا من الفاصل نعمل مع بعض الوصفة العصرية. وصفة النهاردة هنعمل هوت دوغ. الهوت دوغ الحقيقة الولاد بيحبوه قوي، وكتير مننا الحقيقة ما بيحبش يأكل ولاده هوت دوغ جاهز. فالنهاردة هنشوف إزاي نعمل هوت دوغ بيتي، وهنستعمل فيه طبعا الممبار الكندوز. أول حاجة بنعملها بنحط على كل كوباية مية بنحط معلقة خل، وده بيكون السائل اللي هننقع فيه الممبار. بنسيبه حوالي نص ساعة، الخل بينضفه أكتر، وبعد كده بنقدر نستعمله بسهولة. دلوقتي عندنا المقادير، زي ما قلنا عندنا الأول محلول بالخل، ده بننقع فيه الممبار. معلقة خل لكل كوباية مية، يعني طبعا لو كان ممبار كتير هنحتاج نحط كتير. الحشوة للهوت دوغ عندنا 250 جرام لحمة ضاني، 250 جرام لحمة بقري، ربع كوب بصل يكون مفروم، واحد فص ثوم، واحد معلقة صغيرة كزبرة، واحد معلقة صغيرة بابريكا، نص معلقة صغيرة مستردة بودرة، ربع معلقة صغيرة جوزة الطيب، واحد بياض بيض، واحد معلقة صغيرة سكر، واحد معلقة صغيرة ملح، واحد معلقة صغيرة فلفل أبيض، وعندنا لبن حسب الحاجة. هنحط المقادير دي كلها مع بعض في فود بروسيسور، بس مش هنحط اللبن. فهنحط كل حاجة الأول مع بعض. حطيت لحمة ضاني، لحمة بقري، حطيت الكزبرة، البابريكا، بودرة المستردة، جوزة الطيب، الثوم، الملح، السكر، فلفل أبيض، وبياض البيض، وهنضرب دول مع بعض في البروسيسور لحد ما ننعمهم خالص. ولو لقينا ان هما لسه مش ناعمين قوي بنحط شوية لبن ونكمل خفق. اوكي نفتح ونشوف. اوكي زي ما احنا شايفين ابتدى يبقى ناعم، بس انا محتاجة انعم من كده شوية. هزود لبن، وما نحطش اللبن كمية كبيرة في الاول، نحط شوية شوية ونشوف لو احتاجنا ان احنا نزود مرة تانية. نجيب معلقة عشان ما ينزلش لبن كتير مني. نحط معلقتين ونرجع نشوف لو احتاجنا تاني ولا لا. اوكي كده قرب خالص، هياخد شوية لبن كمان بسيط، وكده يبقى ان شاء الله حشو الهوت دوغ بتاعنا جاهز. اوكي كده الحشو جاهز. ودلوقتي اجيب
كيس الحلواني واحط فيه حشو الهوت دوغ. زي ما احنا شايفين كده احنا عارفين ايه هي المقادير اللي جوه الهوت دوغ، مش هنقلق لما نخلي ولادنا ياكلوا الحاجة اللي هم بيحبوها، وفي نفس الوقت تبقى صحية وآمنة. مفيش حاجة، لحمة وبصل وتوابل وبيض بيض ولبن، فمفيش حاجة فيه وحشة. كده عندنا الحشو. ونجيب المصارين. وناخد أولها. ودلوقتي لو عندنا أنبوبة زي دي بنجيب الأنبوبة وبندخل المصارين فيها بالشكل ده بالراحة خالص عشان ما نقطعهاش. وبنبتدي ندككها في الأنبوبة وبندخلها كده، بنكشكشها على الأنبوبة دي زي ما احنا شايفين بالشكل ده، وبعدين باخد آخر حتة دي بربطها بالشكل ده. أوكي. يبقى كده عندنا المصارين كده جاهزة ان احنا هنبتدي نحشيها. هكبر الفتحة هنا شوية. هبتدي احشي من خلال الأنبوبة دي كل ما هنضغط الهوت دوغ هيسحب المصارين وينزل زي ما احنا شايفين كده. اوكي، بسيب له شوية بتتزحلق لفوق بس. طبعا في مكان مخصوص للكلام ده بيبقى أسهل كتير، لكن ممكن زي ما احنا شايفين كده نستعمل يدوي لحد ما يتملى معانا على الآخر. أوكي، نكتفي كده بدول. الهوت دوغ فاضل نقسمه بعد بس ما نسويه، نقسمه ل الحجم اللي احنا عايزينه. طبعا لو في اي هواء هنشيل الهواء على بره. والهوت دوغ مش لازم ان احنا نسيب
كمية كبيرة بين ال يعني علشان الهضاج مش هينفش، ما فيهوش رز وما فيهوش حاجة تنفش، فممكن نملاه كويس يعني. زي ما قلت في طبعا مكان للحاجات دي بيخلي الهضاج طالعة كلها مساوية جدا من غير تعب. اوكي، واجيب دبارة ونبتدي بقى نظبطه، هربط اول حته ونظبط شكلها. وبعدين هنقطع كل الزيادات ونفصل ما بينهم. ودلوقتي هنعمل الجزء الأول اللي هو إن إحنا هنسلق الهوت دوكس. المية تبقى سخنة بس مش بتغلي جامد، ونحط لها شوية ملح. زي ما احنا شايفين المية يدوب بتغلي، انا مش عايزة المية تغلي جامد. هو كده خلاص استوى، هبتدي اطلع الهوت دوكس. عايزة اتخلص من الاربطة دي خلاص، ملاش لازمة. نشيل الأربطة، ده تشيل لوحده. اوكي، وهعمل شق كده صغير. السكينة محتاجة تتحمى شوية. واحط شويه زيت وابتدي احمرها. ودلوقتي ناخد الهوت دوغز ونبتدي نحطها في العيش. وبكده يبقى عملنا لأولادنا حاجة بيحبوها، هوت دوغز، ولكن صحية ومتأكدين ايه اللي محشي جواها. ما فيهوش اي حاجة يعني كيميائية للحفاظ على
الحشو ان هو يقعد مده طويله، احنا بنعملها في ساعتها، فمش محتاجين لاي حاجه من الحاجات دي زي النايترايتس وغيره اللي بيضاف على اللحوم. وبكده نكون خلصنا حلقه النهارده، عملنا فيها وصفه تراثيه اللي هي الممبار، وعملنا فيها هوت دوغ الوصفه العصريه. يا رب الوصفات تكون عجبتكم، كل سنه وانتم طيبين، يا رب يعود العيد الكبير علينا بالخير والجمن والبركات، واشوفكم في الحلقات الجايه على خيره الله ان شاء الله.